السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصف الأول الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني، التربية الدينية الإسلامية. المحور الرابع، التواصل، سير وشخصيات. الدرس الثاني، قصة الوالدين. الموضوع عن بر الوالدين. يا أصحابي، نعرف القصة بتاعتنا؟ عاد عمر من المدرسة متأثرا وقال لأمه إنه لا يريد الذهاب إلى هذه المدرسة الجديدة أبدا. أسرعت أمه بالرد عليه، لكنه تركها وأسرع في دخول غرفته. عادت مريم من الخارج مع جدها فوجدت والدتها حزينة فسألتها عما بها، فحكت لها أن عمر لم يجبها عندما نادته وتركها ودخل غرفته. مريم أن تتكلم مع أخيها، واستأذنت ودخلت على عمر في غرفته فوجدته يبكي فسألته: ماذا حدث يا عمر؟ قال عمر إنه لم يكن يرغب في ترك مدرسته القديمة، فأخبرته مريم بأنه اضطر لذلك لأنها بعيدة عن منزلهم الجديد، والحل ليس في الصياح ولكن في عرض المشكلة بشكل لائق، وذكرته بدرس بر الوالدين. فأجاب عمر أنه يتذكر ولكنه كان غاضبا لأن الأولاد يسخرون منه في المدرسة. نصحته مريم بأن يخبر معلمه ويعتذر لوالدته، فقبل رأس أمه واعتذر عما بدر منه ووعدها بألا يتكرر ذلك منه أبدا. قالت الأم: سامحتك يا عمر، والآن هيا نستمع إلى ما يضايقك لعلنا نجد حلا بإذن الله تعالى. وجلس عمر بجوار أمه ليحكي لها عما يضايقه، وبعد حل المشكلة شكر الجد مريم على ما قامت به بتذكير عمر بمعنى بر الوالدين. طبعا يا أولاد، فهمنا للقصة، عرفنا أهمية بر الوالدين، ويجب على كل إنسان أن يبر والديه الأب والأم حتى يرضى الله عنه ويدخله الجنة ويجعل حياته سعيدة بإذن الله تعالى. وكمان أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين، وعندنا الحديث الشريف بيقول لنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. طبعا يا أولاد، نفهم من الحديث الشريف أنه عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني مين يا رسول الله اللي يحبني ويصحبني وينصحني ويحن علي؟ فطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب: أمك. فعندما أكرر له السؤال أجاب: أمك. وكرر له السؤال مرة ثالثة فقال: أمك. وفي الآخر قال: ثم أبوك. يبقى نفهم من كده أن الله سبحانه وتعالى كرم الأم والأب. وطبعا إحنا عارفين أن الأم ربنا سبحانه وتعالى جعلها تحمل الأبناء في بطنها 9 أشهر وتسهر على راحتهم. وكمان عندنا الأب يا سنة أولى، طبعا الأب بيقوم بالأعمال وبيرعى أبنائه وينفق عليهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ورسوله الكريم أوصانا بحسن بر الوالدين. يلا بينا يا أولاد مع التدريبات والأنشطة. ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة. أول سؤال بيقول لي: عندما تكلمني أمي أتركها وأذهب بعيدا؟ ها الإجابة خطأ. تاني سؤال: أوصانا الله تعالى ببر الوالدين؟ ها الإجابة يا أولاد؟ الإجابة صح. طيب السؤال الثالث: أحق الناس بالبر الأب ثم الأم؟ ها الإجابة خطأ. طيب السؤال الرابع: ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الأم 3 مرات،
الإجابة صح. يا أولاد جه معادنا مع سؤال المتفوقين. أصحابي وحبايبي اللي فهموا الدرس معانا هيعرفوا يجاوبوا على سؤال المتفوقين. بيقول لي أجب، بماذا أوصانا الله نحو الأب والأم؟ السؤال تاني، بماذا أوصانا الله نحو الأب والأم؟ شكرا لكم يا سنة أولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.